مع كل يوم تطلع فيه الشمس على وادي مزاب، على أرض تمسك بها أبناؤها واحتضنوها بكل ود، كانت رحلة وتجربة فريدة، قصص تروى عن جمال جزء من أرض الجزائر المعطاءة. أزقتها، مآذنها، متاجرها تعانق الجمال لتقدم إشارات قوية عن عودة تغرديت إلى سابق عهدها بسواعد أبنائها. فكل المقومات المادية والبشرية تسخر بها هذه الأرض. غرداية الشامخة شموخ صوامعها، ضيق أزقتها لا يمنع غلمانها من ركل الكرة والتفنن في مداعبتها. وأنت تتجول في أعالي غرداية بين مخارجها ومداخلها الضيقة، يفوح عبق البعد التاريخي لهذا المكان. جدران صامدة وعائلات تأبى المغادرة، عمارة صحراوية آسرة متميزة ومختلفة عن قصور الصحراء. مع كل موسم سياحي تستقبل غرداية الزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصة في فصلي الشتاء والربيع. هذه السنة توافد قياسي للسياح الأجانب. سيرامو كريما جوليانو سائح ومؤثر برازيلي زار أزيد من 160 دولة، كانت محطته اليوم الجزائر. التقيناه في أعالي قصر غرداية، تجربة وزيارة يعتبرها جوليانو فريدتين. إنها المرة الأولى لي في الجزائر، وأنا معجب جدا بهذا المكان. هي بلد مختلف تماما عن المكان الذي أتيت منه، وأنا معجب حقا بما رأيته من كرم ضيافة الناس والطعام. أعني أنا حقا أستمتع بالوقت الذي أقضيه هنا. تختار زوجة جوليانو زاوية مناسبة لالتقاط صور يشاركها زوجها عبر صفحاته في وسائط التواصل الاجتماعي. زيارة يراها جوليانو مهمة للغاية ومختلفة عن رحلاته السابقة. بدأت رحلتي من الشمال من الجزائر العاصمة ثم إلى قسنطينة. كان من المهم القدوم إلى الجزء الجنوبي من الجزائر لمعرفة الفرق. أعتقد أنها كانت فرصة جيدة حقا لرؤية الثقافة العربية بطريقة أعمق. أعتقد أن الموقع الجغرافي للجزائر رائع، خاصة وأنها من السهل الوصول إليها لأنها قريبة من أوروبا. لذلك يمكننا فقط السفر إلى فرنسا ومن هناك نأخذ رحلة أخرى مباشرة نحو الجزائر. فلماذا لا نعود؟ من السهل حقا القيام بذلك. سنفعل ذلك مرة أخرى. يقول الكاتب الأمريكي بول فوسيل: تتطلب السياحة أن ترى الأشياء التقليدية وأن تراها بطريقة تقليدية، مقولة يجسدها أبناء المنطقة ويعيشها السائح الأجنبي. باهدور أنراهوف سائح هندي، أول زيارة له للجزائر. رافقته زوجته السيدة أنراهوف وابنهما. كان يستمع بشغف لشرح المرشد السياحي ويقدم ملحوظاته عن بلد سمع عنه الكثير. أنا الآن هنا في الجزائر منذ حوالي أسبوع. لقد زرت الكثير من الأماكن مثل الجزائر العاصمة قسنطينة وغرداية، والحقيقة أني وجدت الكثير من الأماكن الجميلة في الجزائر، ولكن الكثير من السياح لا يصلون لرؤية هذه الأماكن الرائعة. غرداية وجهة للسياحة الداخلية، انتعشت هي الأخرى. سافر الجزائريون إلى غرداية بأعداد كبيرة لتنتعش معها السياحة الداخلية، خاصة الولايات الجنوبية بقوة بعد جائحة كورونا. ليس عمرا فقط. قبل أيام قليلة أقرت الجزائر جملة إجراءات لتشجيع السياحة في جنوب البلاد،
أول هذه الإجراءات وأهمه هو تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية جنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة للاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لا سيما الولايات الجنوبية، عبر المطارات والمعابر البرية كبديل عن الترتيبات العادية. عزتين صاحب وكالة سياحية تنشط في ولاية غردايا اعتبر القرار خطوة هامة ومحفزة لتدفق السياح الأجانب، خاصة في ظل الإقبال المتزايد لهؤلاء خلال هذه الفترة. هذه السنة إن شاء الله لاحظنا فيه حضور سياح من كل الجزائريين والأجانب، خاصة مع التفتح الذي نصت عليه الحكومة الجزائرية في تسهيل إجراءات الفيزا والتأشيرة للأجانب القادمين لزيارة ولاية غردايا والجزائر والصحراء الجزائرية عموما. نلاحظ أن هناك تفتح أكثر ورغبة كبيرة للسياح الأمريكيين، الأستراليين، الإنجليزيين لاكتشاف الجزائر، حتى البرازيليين اللي يجوا للجزائر لاكتشاف جمال الجزائر وجمال الصحراء، خاصة رانا في موسم السياحة الصحراوية. لا يخفى عليكم هناك إجراءات جديدة لتسهيل الفيزا والتأشيرة لفائدة السياح الراغبين لزيارة الصحراء الجزائرية. جميلة هي الصورة من أعالي بني يزغن، الكل يبتسم هنا. استعادت الجزائر عافيتها واسترجعت معها ابتسامة السياح وأطفالهم. من هضبة غردايا تجذبك أصوات المؤذنين معلنة دخول وقت صلاة المغرب. ما أجمل هذا النداء بمعانيه العظيمة، خاصة عندما يتردد صداها في الآفاق. شاهد على حضارة المنطقة المسجد العتيق، صرح ديني، هو أول مسجد بقصر غردايا، أسس على قمة الجبل بعمارة صحراوية فريدة. للمسجد مئذنتان، الأولى هي الأكثر قدماً والأصغر حجماً حيث لا يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار، أما المئذنة الثانية فبنيت في القرن 16 وهي على شكل هرمي يبلغ ارتفاعها 23 متراً. هو أول مسجد أسس بقصر غردايا على قمة الجبل، وكان تأسيسه سنة 444 على يد الشيخ محمد بن يحيى والشيخ بعيسى وغيرهما، وقد بنيت عدة هياكل حول المسجد خصصت لتدريس القرآن الكريم، بالإضافة إلى إدارة تسير نظام المراقبة والدفاع عن القصر. عنده 1000 سنة من التي أسس وبني هذا القصر، وهذا القصر بني بمواد محلية بالحجر والجير والجبس وتمالفت هي جذع النخيل، وله تاريخ عظيم في بالنسبة للقصر، لأن المسجد هو الأساس في المجتمع الذي تنظمه وتسيره 3 هيئات، هي الهيئة العزابة ومنظمة إروان وهيئة السردان. وللمسجد قيمة في المجتمع لأنه كل أمور المجتمع تسير وتنظم من هذا المسجد. لا يزال المسجد يحافظ على شكله وحركيته، وخلافاً عن المساجد الأخرى في العالم يخلو من أي زخارف أو مواد تزيينية. غردايا هذه المدينة التي شيدت على ضفاف وادي مزعب، منطقة صحراوية قاسية المناخ، كانت مواجهة الحر والهجير، معضلة المؤسسين الذين ابتدعوا بالاعتماد على الطين طريقة فريدة في خلق تكييف طبيعي للهواء دون التفريط في الإضاءة،
وعملوا على تضييق الشوارع التي أصبحت بمثابة أروقة تفادياً لأشعة الشمس الحارقة. هذه التقنيات المصاغة بجمالية مدهشة جعلت المهندس السويسري الفرنسي لو كوربوزيي يصفها بأنها مدينة متلألئة. زيارته إلى وادي مزاب أثمرت تصميم كنيسة في مقاطعة رونشامب شرق فرنسا. في الخارج يقبل السياح على هذا الصرح، كما تحيط به لوحات تعريفية بهذا المسجد وتاريخه القديم. إبراهيم رئيس جمعية محلية تعمل على المحافظة على معالم المدينة والتسويق لتراثها الثري يروي تفاصيل عن أهمية هذا الصرح العتيق. لجدادنا الله يرحمهم واش يخموا الحاجة الأولى كي جاو لهنا في القرن الرابع الهجري تبنى هذا القصر، واش يخموا على زوج حوايج، يبداو بالجامع والبيع تاع الماء كما تشوفوا الجامع يا معنا والحاسي تاع الماء. نتصوروا كيفاش تعبوا باه خدموا في راس الجبل لحقوا حتى الماء، اسمع عمل جبار. هذه تعطينا نظره باللي الناس ما تخمش للحاضر نتاعها، كانوا عندهم واحد الفكر يخموا على المستقبل. هاد الحاسي هذا باه لحقوا الماء ثلاث جيال حوالي 72 عام باه لحقوا الماء وتخدمت الجامع. بداوا الدار يهبطوا بشكل هرمي بحيث الدار ما تكونش دار طالع على دار. القصة تستمر من أعالي غردايا إلى شوارع بني يزكن. استوقفنا هذا المحل متجر، متحف ومطعم يجمع تاريخ غردايا ويحتفظ بموروثها. يعكف مختار صاحب هذا المتجر وعائلته على السهر لخدمة الزبائن من أبناء المنطقة إلى السياح الأجانب والزوار من كل أنحاء الوطن. هو مكان آخر يستحق الزيارة عندما يقصد السائح مدينة غردايا، مزار للتبضع وقراءة تاريخ وادي مزاب بتقاليده وعاداته وتراثه المادي وكذلك اللامادي. ما شاء الله والحمد لله عندنا تقريبا 58 ولاية راهي تجي عندنا، ما من خارج الوطن تاني راهم يجوا من كل الدول تقريبا. جونا عدة سفراء وعدة مديرين وشخصيات، ولحد الآن الحمد لله كاع اللي يجي المحل يعاود يجيب لنا زبائن. تبنى مختار الفكرة بعد تردد وتفكير طويلين، لكن النتائج فاقت توقعاته. إقبال يومي على المتجر من العرسان والزبائن والسياح، كما يقدم المتجر خدمة الإطعام في مكان خاص لجلسات الغذاء الجماعية والفردية. تهتم بكل ما هو تراث محلي في مدينة غرديت. نقدروا نلاحظوا جينا الويكند الجمعة صباح لقينا حل، وما شاء الله التنوع هذا اللي عنده يعني محل في المستوى ويقدم يعني خدمات ما شاء الله. هذا المكان أتاح فرصة لتقديم تجربة فريدة من نوعها، يتفاعل من خلالها الزوار مع التراث الثقافي لمدينة غردايا وماضيها العريق. عبد الحليم سائح قدم من مدينة البليدة يزور غردايا لأول مرة لحضور زفاف أحد الأصدقاء واستغلال الفرصة لمعرفة خصوصيات المجتمع المزابي. حاجة الأولى اللي عجبتني الاستقبال كان في القمة، وعندهم متمسكين بالعادات التقاليد تاعهم وعندهم الموروث الثقافي شغل يحافظوا عليه. ما كاش واحد ما يديرش العادات التقاليد، اللي كي راح يتزوج لازم يدير هذوك العادات التقاليد بالترتيب وكما يحب الحال كما يحب الخاطر. اول حاجه دخلت ليها كي جيت لهنا، دخلت شفت هذه عجبتني، دخلت شفت المكان، عرفني مول المحل ورالي الحاجه التقليديه ورالي كيف يلبسوا كيف العقليه هنا يدور. نقدر نقول باللي كل شخص في الجزائر لازم يدير دار الغردايه في حياته يلو كرمر. يبدي الزبائن اهتماما بما هو معروض ويلقي بهم الفضول في غرف المتحف وقاعة الزرابي التقليدية لكل منطقة في غردايا، كما يتسارعون لاقتناء الهدايا والحلي والتذكار. غردايا حاضنة القصور التاريخية، تراث حضاري لا يقدر بثمن، الألفة والأنس مصدر جذب للسياح.
مكان لا يزال يحافظ على هويته وموروثه، ولا يزال يستثمر في موارده. عبق التاريخ يفوح من أزقته، والتكافل الاجتماعي سمة أهله. الكل هنا في خدمة غردايا، ثروة ثقافية وإمكانيات سياحية متميزة.